السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أهم الحقوق التي يمكن للزوجة أن تطالب بها في حال طلقها زوجها طلاقا تعسفيا؟ أولا، دعوة نفقة لها ماضية ولأطفالها مستمرة، كذلك دعوة آثاث زوجية، وكذلك دعوة تصديق الطلاق إذا كان الطلاق واقعا خارج المحكمة، أيضا دعوة المطالبة بالمهر المؤجل بعد انتهاء العدة، ودعوة نفقة العدة، وأخيرا دعوة تعويض عن الطلاق التعسفي.